حكيم رئيس الجمهورية في حول الله. إن شاء الله. عش ما حسب على محمد رئيس عند الشاوية ما طالت عليه واضحة، ما طال معروفة. ربما المصطوبين يقول لك ماشي مصطوبين، مصطوبين ذكرناهم في السابق ومازلنا نزيدو نضحكو فيهم، وراهم هنا في هنايا رانا حاطينهم في البود السابع النظر والدراسة في جميع ملفات المصطوبين تاع السفن، ما تكونوا على علم. بصح نسيتهم أنا حاجة نقولها جماعة المصطوبين. يخرج عند من السلطات الوصية من جانب الحقوق تاعكم رايحين حنا لنصيوها بالجريدة. ممكن نوصيوها بالجريده راح نكونوا مسؤولين عليها، وحنا تكون عندنا ادله باه نوصيوها بالجريده. ما دام هذيك حاجه ما صدوهاش الجريده يا جماعه اخذوكم الاشاعات، متفاهمين؟ ما تقولوا لها هك لا هك لا هك. حنا عندنا انا مكلفين الحلو، راه مكلف الاعلام، راي اي حاجه جديده راه الحلو نوصيها، اذا ما نوصيهاش حلو انا نوصيها انا. متفاهمين يا جماعه؟ انا نطلب منكم حاجه واحده، كيما راكم موحدين هكذا اليوم نالي نعيط لكم يا جماعة. أنا نحب الكارتون صدقوني والله كارتون كاي بالله رحوا جيبوا بطول يا حكيم حاجة واحدة نظيف رحوا جيبوا بلا بطول بتاع العرض حركة البلدية بتاع الجنوب بتاع الجنوب ما زدتك الحد شعب بتاع الجنوب يعاوننا جنوب يعاوننا هاني سيرش باني عندنا واحد الامور دي بواجه يا جماعة ما تنساوش باللي عندنا الزملاء تاعنا احنا دائما نهضروا ونتكلموا ونقولوا عندنا 4600 شهيد 4600 شهيد وربما العدد راه يزيد راكم ربما في هذا النهار راكم سمعتوا وصلنا من جهه عين دبلة شوفوا يا جماعه راهي عندنا امانه والامل الذي محسوب علينا احنا كي بدينا الاعتصامات وطلبنا الحقوق تاعنا الاجتماعيه راه المطلب الاول هو الحقوق تاع ارام الشهداء الوجه يا جماعه صدقوني اذا ما حافظناش الدم اللي سات تاع الزملاء ما راعيناش للوضع تاع اولادهم والزوجات تاعهم مش راهم يعانيو يا جماعة إذا ما درناش النية ودرنا اليد في اليد وبدينا في القضية الأولى اللي هي تاعهم يا جماعة ربي والله العظيم يا ربي ما يسمح لنا صدقوني أنا تحملنا المسؤولية أنا اليوم في الأمس نهاري تكلمت مع وزير الداخلية قلت له نهاري تحل قضية تاع السكن يعني جماعة ما يغيظكمش الحال أنا فرضت وحطيت الأولويات في السكن أرام الشهداء الوجه أولوية قلت لمعالي الوزير أنا بدالي في أرام الشهداء الوجه قلت له أنا اليوم راني صحيح غادي نروح نشري القرموط نشري ياجور ونبني لأولادي لكن الزوجة هذيك اللي ضيعت الزوج تاعها واش الذنب تاعها؟ اسكو هي واش شكون راح يقومها؟ شكون هذه الزوجة هذه شكون راح يبني لها الدار تاعها؟ يبنى النظام الدولة هي اللي تبني لها هي تعطيها السكن تحب ولا تكره لأن الراجل الزوج تاعها قدم أدى الواجب تاعه احنا ما زلنا ما أديناش الواجب تاعنا شهيد الواجب الوطني نعم الأجب قدموه جماعة احنا ما أديناش الواجب تاعنا اليوم الله أكبر عندي لا ليسونس انا ما عنديش سياره ما عنديش لا ليسونس بس عندي البندقيه اكثر من السياره انا حملت البندقيه اكثر من السياره وانا اللي رفدت البندقيه اكثر من السياسه بخليت هذاك مول السياره يخدم في الاداره صح ولا لا انا اليوم كي تقول لي انا انت ما عندكش مستوى وما لازمنيش نطلع في المستوى 12 ولا مانيش عارف علاه سيدي هي عندي بندقيه اكثر من السياره صح ولا لا حنا يا جماعه حنا يا جماعه شو نقول لكم واحد الصراحه جماعه يقول لك انا حارس بلدي خدمت مكافحه الارهاب يا ماكش غير انت الزوجه تاعك ولادك خدموا معك مكافحه الارهاب صح ولا لا هذه كنت تحضر ميسيون بالشهر في الجبل الزوجه تاعك ترقد ما ترقدش وليدك يخمم عليك ولا ما يخممش صح ولا لا يا جماعه حتى ولادنا تضرب والله صدقوني حتى الزوج تاع ولادنا مضرب صح ما ضربش ولادك عندهم تروماتيزم هذا الشيء ما تكونوا على بالكم به يا جماعه انا ما يجيش يقول لي تحارس بلدي تخدمت مكافحه الارهاب كيما خدم جماعه تاع الجيش والترك ولا صح معليش خدموا الجيش والترك بصح حنا يا جماعه كنا دي بارشوب
احنا كنا في الصف الامام، كنا كاسحة الالغام صح؟ يطلع لك الف حارس بلدي في الجبل تراتيسي وشو بلا البومبات يتفلدوا ولا ما يتفلدوش؟ فلقت عليا البومبا العسكر كل قال له صح. انا الاول اعطيني شو بغيت انا هذه تقدر ترجع لي تا تقدر ترجع لي رجلي ها بلا ما نفهمكم بس كان واحد اللغه واحده خلق طارق ليها بارك الله فيك يا سي عاكي احنا رانا صامدين ورانا صابرين وللصبر حدود وللصبر حدود الصبر واليوم فجر اي لا احنا اليوم رانا عطيناهم وقت رانا عطيناهم وقت تاع الصمود وصبرنا يفتحوا لنا باب الحوار ونكملوا معكم في الحوار يقولكش بلي الحارس بلدي غير تاع احتجاجات واعتصامات حنا قالك حارس بلدي هذو الناس اميين ما يقراوش كذا حنا لا حنا مادام قدمنا هذه رئيس حكومه رانا عطيناه مهله يا جماعه عطيناه مهله حنا كي تخلص المهله راح يكون امر واحد اخر انا اليوم كيف نعطيه مهله وغدوا نخرجوا الاعتصام يقول لي تعطيت لي مهله واليوم كيف تجي لي خليه انا نعطي له الوقت تاعو نهار اللي ما يطبقش انا غدو عندي الصحافه باش نهضر مع الصحافه عندي كيف نبلغ الرساله تاعي لاني انا قدمت وصبرت وعطيته مهله هو ما وفاش بالوعد تاعو يا خويا انا اليوم اللي جاي للشارع هكذا يا جماعه راكم فاهمين نتكلموا على جماعه المشطوبين ايوه والله صدقوني يا جماعه انا صريح معكم احنا درنا الاعتصامات ودرنا ودرنا يسمحوا لي جماعه المشطوبين يعني نبلغكم الرساله ما تقولوش عليه احنا باش كاع احنا هضرنا عليكم من زمان من هذي فتحنا فتحوا معنا باب حوار كنا نهضوا على المشطوبين هما كانوا يوعدونا لكن الوعود تاعهم يعني ما تصبش في الميدان انا هذي درنا الاعتصام المره الاخيره في بوفاريك على بالكم ربما عندنا حوالي بلد فايته 9000 مشطوب حوالي 9000 مشطوب يا جماعه هاني نادينا الاعتصام وطلبنا يد المساعده منهم قلنا يا جماعه راح تعتصموا معنا وراه المطلب تاعكم راه في المطار في العريضه تاعنا يا جماعه المشطوبين ما دباوش ما جاوش هذا بكل صراحه يا جماعه جاو الا والله صدقوني جاو عدد يتعدوا بالاصابع يا جماعه جاو المشطوبين لكن يتعدوا بالاصابع انا عندي 9000 مشطوب انا كي نهضر مش نهضر على 2000 مشطوب ولا 4000 انا كي نهضر على الجميع انا 9000 مشطوب هذه نحتاجها تعتصم معايا على ما يعتصمش لان عنده المطلب تاعو احنا طالبينه نهضوها بكل صراحه هذا بكل صراحة وبدون تراجع أو خوف احنا النظام يفتح لنا باب الحوار رانا مستعدين الحوار وهذه بلادنا ماهيش مشكلة هذه بلادنا نحافظوا عليها بأي طريقة صح يا جماعة ما يفتحليش باب الحوار يا خويا عندي لغة الشارع والاعتصام احنا رايحين نحضر كما نقول احنا خبرناهم ودينا لهم نداء وعطيناهم العائلة تاعنا وقلنا لهم يا تفتحوا لنا باب الحوار لا نخرج للشارع كي نقولوا لغة الشارع يا جماعة الناس تستعد بسم الله الرحمن الرحيم صح والصلاة والسلام على الرسول الكريم نشكر الحرس البلدي لولاية خنشلة وعلى رأسها التنسيقية الوطنية نشكر الممثلين الوطنيين اللي راهم حضروا جماعة وقطعوا مسافات من أجلكم ومن أجل قضيتكم وراه شرف عظيم أن تحتضن ولاية خنشلة المجاهدة هذا اللقاء يا جماعة أنا الحلوكي يحكي البارح حكا واليوم حكا يعني كلامه نألفوه في كتاب ونديروه مجلد للأجيال القادمة راه في عمره يا جماعة راه يتجاوز في 50 سنة وراه شو يقطع في مسافات من أجل الحرس البلدي يمشي في مسيرة 60 كيلو يمشي مسيرة 60 كيلو في حرس مش يا جماعة من هنا يبدأ تنظيمنا إذا كان حاب تضرب العدو تاعك أعطيه 10 من الناس منظمين وما تعطيهش كمشة ماهيش منظمة لازم نكونوا يا جماعة نكونوا ناضجين نكونوا واعيين هذه الطريقة ما تخدمناش احنا رانا القضية هذه راهي ثقيلة قدمنا ملف وكانوا حاضرين معي الممثلين قدمنا ملف أرملة شهيد في ولاية تبسة والله تسكن في كوخ طوبي وعندها 6 أولاد وما تتقاضاش سنتيم وعايشة على الصدقات أرملة شهيد حرس بلدي ورحت الكرامة إذا كان مقرر رئيس الجمهورية اللي تلوها علينا في المفارز يقول أول حاجة ما يقولش الحقوق في بدايته يقول مع حفظ الكرامة إعطاء الحقوق وإعطاء الكرامة أجماعة نبحثوا على كرامتنا قبل الصوار احنا وجبنا الجبال والأدغال
جبنا الشعاب والتلال، رانا كنا أسود الجبال أجمع. ما تطيحوش مرواحكم.